طيب دلوقتي نروح لتقرير آخر وقصة غريبة جدا حصلت في المكسيك بتشبه قصة الفيلم المصري الشهير أفواه وأرانب. القصة إنه في زوجين عندهم مزرعة قرروا إن هم يخلفوا عيال كتيرة جدا ويتربوا ويعيشوا بقى في المزرعة. خلفوا لحد دلوقتي 12 طفل ومنتظرين إن شاء الله الطفل 13. طبعا القصة دي انتشرت على السوشيال ميديا وكان في رد فعل غاضب جدا من المتابعين واعتبروا إنه اللي بيحصل خطر كبير على المجتمع وعلى ثقافته. كلنا فاكرين طبعا الفيلم الشهير أفواه وأرانب اللي قامت ببطولته النجمة الكبيرة الراحلة الفنانة فاتن حمامة. الفيلم الاجتماعي اللي ناقش قضية الزيادة السكانية وخطرها وتأثيرها السلبي على المجتمع. ويظهر كده إن الفيلم المصري أفواه وأرانب له نسخة مكسيكية شهيرة لفيلم كوميدي كلاسيكي اسمه Cheaper by the Dozen. أبطال الفيلم ده أنجبوا 12 طفل خلال 12 سنة. لحد هنا ممكن نقول إن المفارقة ممكن تكون عادية، لكن اللي مش عادي إن في زوج وزوجة من المكسيك حبوا الفيلم وقرروا يقلدوا أحداثه وفعلاً أنجبوا 12 طفل والمولود ال 13 في السكة. القصة دي واخدة مساحة كبيرة من التداول والانتشار على السوشيال ميديا. أبطالها مواطن مكسيكي اسمه كريس عنده 34 سنة وزوجته كورتني صاحبة 37 سنة. الزوجين دول عايشين في ولاية نيو مكسيكو في إحدى المزارع. طبعاً قصة الزوجين دول المجتمع استقبلها بالرفض وانتقدوهم انتقاد شديد لأنهم بيساهموا في أضرار كبيرة وخطيرة على المجتمع. حتى إن الناس اللي بتتابع صفحاتهم على منصات السوشيال ميديا وجهوا ليهم رسائل بالتوقف عن الإنجاب لأن اللي بيعملوه ده كارثة مجتمعية ليها أضرار جسيمة وخطيرة.